بسرعة كده، السبب انه الخطوط الجوية السعودية ما كانتش بعت طيارات اضافية كفاية زي ما كنا طالبين نظرا لكثافة عدد المعتمرين، ولا زي ما قال بيان السفارة السعودية انه كمان كان في مشاكل في سير الامتعة في صلاة 2 وهو اللي ادى لعرقلة السفر؟ ما فيش اي مشاكل في سير الامتعة بمبنى 2. العملية كلها بترجع لظروف تشغيل الخطوط الجوية السعودية، سوء الاحوال الجوية بعض الايام بالمملكة، وكانت سبب في تأخر بعض الرحلات. لكن احنا كمطار احنا لم يكن عندنا خلل. لا يا فندم، لم يتعطل السيور خلال الفترة السابقة وخلال الفترة اللي حصل فيها هذه المشكلة. والحقيقة احنا خدنا اجراءات من امبارح بالليل نقل كل الرحلات الاضافية الخاصة بالعمرة من مبنى الركاب رقم 2 الى مبنى الركاب رقم 1 زي ما سيادتك عارف. مبنى 2 دلوقتي اشتغل بكامل طاقته ونقلنا له 13 شركة طيران كويس عالمية، تمام، بما فيها الخطوط السعودية الإضافي، لأن السعودية ليها 14 رحلة سفر و14 رحلة عودة يوميا في مبنى الركاب رقم 2. دي الرحلات المجدولة. الرحلات الإضافية بتوصل ل 11 سفر و11 عودة، إلى من 11 إلى 15 رحلة سفر وعودة، 11 و15. ممتاز. في توقيتات زمنية متقاربة بتيجي من مناطق بعيدة، محافظات بعيدة، شركات السياحة لظروف السفر بتجيبهم قبل ميعاد السفر بخمس وست ساعات وممكن توصل ل 12 ساعة. فالركاب بتيجي فرادة. خدنا قرار بنقل الرحلات الإضافية لمبنى الركاب رقم واحد، لأن الحمد لله مبنى الركاب رقم واحد الحركة فيه يعني مرتاح وكويس. طيب مجدي بيه، أنا بشكرك شكرا جزيلا، وأرجو بس أن حضرتك تحرص على مع طبعا القيادات الأمنية والسيادية في مصر مع الجهات السعودية اللي موجودة وصلت، تحرصوا بس على أن المشكلة تخلص النهاردة، لأنه يعني أنا أنت حضرتك عارف أن الواحد لما بيكون عنده طيارة والطيارة تأخر ساعة ساعتين أساسا بيتعب وبيتبهدل ومواعيده اللي هناك اللي بيبقى مظبطها بتبوظ، فما بالك لما الناس تكون بايتة من امبارح للنهاردة في المطار. فأرجوكم لا تزيدوا عليهم ليلة جديدة، فكفاية قوي التعب والإرهاق، ولازم نقعد نعتذر لهم كتير 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 كتير، لان الناس دي يعني مفروض داخله على مشقه وهي مناسك العمره، فما بالك المشقه كلها لقاها في السفر وبات في المطار في ارض المطار. ويعني طبعا احنا عارفين ان هم صبروا وجزاهم الله خيرا على صبرهم، لكن في النهايه اعتذار كتير وانقضاء الازمه يا ريت النهارده، حتى لو السعوديه اضطرت تبعت طياره او اتنين كمان النهارده، بس المهم ما فيش حد يبات ليله زياده.